اي شيء يطلبه يسوي له وزاره عفوا الاولمبيه والاتحاد. اول مره يصير اتفاق كابتن يونس، هم المسؤولين عن اللي حاصل المنتخب العراقي، بس جمله واحده، هم اللي حاصلين، هم المسؤولين هؤلاء اللي مسؤولين عن اللي حاصل للمنتخب العراقي. لعيبه المنتخب العراقي ككفاءه فنيه وذهنيه وبدنيه افضل بكثير من الاجهزه الفنيه المشرفه عليها. طيب لا 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 خالد، لا شوف شوف، احنا صحيح احنا صحيح يعني راضي مدرب شاب وجاي اجى للمنتخب، لكن ما يمنع انه احنا عندنا لاعبين على امكانيات. يعني هسه احنا عندنا سعد عبد الامير في قمه عطائه يلعب مع الاهلي، عندنا احمد ياسين، عندنا ضرغام وعلي فايز ده يلعبون بالدوري التركي، عندنا علي عدنان بأدونيزي، عندنا لاعبين، عندنا جوستين، هو كابتن المباراة ما يلعب. ليه ما استثمرت هذه الكفاءات والمواهب وجابوا لها مدرب كبير؟ يا كابتن المشكلة هاي تخطيط الاتحاد، هو اللي اكمل انه السيد راضي هو يقود. لكن اقول لك شيء يونس، لكن انا اقول لك كمجموعة لاعبين المنتخب العراقي المشكلة ما في هداف في الفريق، ايش اريحك؟ لا 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 لا، عندنا موجود يا كابتن يونس، يا كابتن يونس رح نطلع بدري يا اخي، يا مبارك قدم ادعم ما تدعم، هذا دورهم، امشي الملعب، انت الان تلعب مع فريق اقوى منك طولا وعرضا. شكرا لك، لازم تعرف ان المباراه صعبه عليك جدا، لا تمدح لي تكلم الوزير، لا لا صحيح الاداري، هذا دورهم اصلا، المباراه صعبه، انت قاعد تشجع الاداري، تشجع تتكلم عن الاداري، على اللي قال لك اياهم هم وش قال؟ اكثر منك طولا وعرضا. لا سلامتك، انت العراق، لا لا هو قال استراليا، استراليا مبارك غانم يقول لك اطول منك طولا وعرضا، ما قال الرجال، عندك مشاكل على مستوى استقطاب اللاعبين، لا عندك على مستوى شنو المشاكل؟ زلت رسالة، زلت رسالة، شنو المشاكل؟ لا خالد خلنا نفس، شنو المشاكل؟ عندك بعض اللاعبين جو متأخرين، معسكرات لغاية أمس أو الأمس، معسكرات؟ إي معسكرات، شنو معسكرات؟ معسكر فريق منتسبين لفرق أخرى خارج القطر. يا حبيبي أنت تحكي على لاعبين عندك يلعبون بالدوري التركي، ولاعب يلعب أدونيزي، ولاعب يلعب لك بالدوري السعودي، لاعبين قمة جايين، أنا ما يحتاج، أنا جاي، أنت محتاج كل شيء، احنا أنت محتاج كل شيء، مش محتاج احنا أنا أحب المنتخب العراقي وأتمنى بكرة يفوز، بس لازم نتكلم عن مباراة، نتكلم عن فريق يعتبر الجريد 1 في آسيا، الجريد 1 اي الجريد 1 لازم نعطيه حقه عشان نفوز، إذا ما أعطينا حقه ما حنفوز، اي كأس العالم لازم نعطيه، لازم نكون فاهمين إن نلعب مباراة ثقيلة، تصفيات كأس العالم تختلف، تصفيات كأس العالم ما تختلف، تلعب وعيونك تختلف، تدري ليش؟ لان احنا مشكلتنا الاتحاد مالنا، المشكله بالاتحاد العراقي وليس باللاعبين والكادر التدريبي، كادر التدريبي انا واحد من الناس، يجيني باكر نقول الامارات، اجى رئيس اتحاد الاماراتي قال لي يا يونس تعال انت بدل ما قاعد هنا اريدك تصير مدرب للمنتخب الاماراتي، خالد ما بيها شيء، بيها شيء عاقد واروح المشكله بالاتحاد واختياره، كاس العالم يختلف، كاس العالم يحتاج الى شخص يعرف يدير مباريات كأس العالم، خلي ببالك مش مربوطه فيك بخصومك بعد، انت دير ما تدير، اذا خصومك اصغر منك خلي اوصل لك الخبره، الفكره مش مربوط فيك انت، الفكره خلي اوصل لك اياها، احنا غلط من الاتحاد العراقي، لكن نرجع احنا وين؟ يم اللاعبين، المحصله هي اللاعبين، احنا اللاعبين عندهم امكانيات عاليه ممكن يرجعون بالتصفيات الثانيه ويرجعون الامل لنفسهم اولا وبعدين يرجعون لنا. ليش؟ لان انت عندك مباراه يونس سدوني مباراه استراليا بكره، خالد مباراه استراليا بكره يحتاج يكون مهند كويس، اخذها من مهند هو المكسب، لعيبه ظلك يونس، يونس لا 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 انا اعتقد اليوم ترجمه الجهد تعود للاعب كان مفترض يكون موجود، 27 لا لا شوف شوف مجموعه مميزه، مجموعه مميزه، فريق تطور اوكي، عندك 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 مهند، انا اسمعني، انا معك، خلينا تفضل، قول له لحظه اوكي.